كيلو من كبد الفراخ وكيلو بصل جوليان، وعندي 3 طماطم من المكعبات هقطعهم مكعبات مفرومين صغار خالص، او ممكن تبشروهم لو حابين، وعندي فلفل حار احمر او اخضر، وعندي كمان فلفل رومي مفروم، ولو حابين طبعا تشيلوا الفلفل الحار من الوصفه خالص تقدروا تعملوا كده، وعندي 2 معلقه كبيره من الثوم المفروم، و4 معالق كبار من دبس الرمان، و3 معالق كبار من السكر عشان اكرمل بيهم البصل، وسمنه وخل، وعندي كمان كزبره جافه وملح وفلفل، ملح وفلفل اسود. تعالوا اول حاجه، عندي الكبد بالشكل ده، قطع كبيره مش مقطعاها صغير اهو، بصوا انا عايزاها كده قطع بالشكل ده، قطع كبيره فريش اهي، ولسه يعني متجابه اهي الشكل ده. تعالوا بقى هناخدها، وعندي طاسه، هجيب طاسه او صينيه كبيره، مش عايزه تبقى حجمها صغير عشان انا مش عايزه احط الكبد فوق بعض، لما بحط الكبد فوق بعض بتنزل ميتها، النقطه دي بتزفر لي الكبده، فانا محتاجه ان انا احط الكبده في طاسه او صينيه كبيره وتكون سخنه جدا عشان لما انزل بالكبده تديني صدمه، تاخد صدمه كده وما تبقاش منزله ميتها. خلاص، طب انا حطيت شويه زيت تمام، وهبدا ان انا انزل بالكبد بتاعه الفراخ اهي. بصوا انا عايزه الطاسه او الصينيه سخنه جدا، هبدا انزل بيهم كده بالشكل ده وهوزعهم، مش عايزه احطهم فوق بعض كده اهو. هي اتقلبت لوحدها اهو، هبدا كده بصوا اوزع كده الكبد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، مش عايزه احطهم فوق بعض عشان ما يبردليش الطاسه او الصينيه بتاعتي اهو. بوزع كده عشان ابقى متاكده ان كلها اتوزعت والحراره بتاعت الصينيه عندي ما بردتش معايا. معانا مين؟ مدام امال، صباح الفل. صباح القشطه، عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ والله انت وحشاني قوي، اخبارك ايه قولي لي؟ الله يخليكي، والله انت وحشانه اكتر يا حبيبتي والله. انا والله بنحاول نتصل من اول البرنامج، كل البرنامج ما يجي نحاول نتصل ما فيش، مش عارفه. اعذرونا معلش والله، احيانا بيبقى بس ضغط التليفونات، معلش. احنا عايزين نكلمكم واحد واحد والله بجد، حقيقي يعني. ماشي حبيبتي. بقول لحضرتك ايه، والله الحاجات اللي عاملاها جميله جميله، انت هتفتحي عليا المحشي. هننزل نشتري طماطم وهنعمل محشي طماطم. يلا هننزل نشتري دي اسكندراني. ايوه. الجو عامل ايه عندكم في اسكندريه؟ لا الحمد لله جميل، الجو كان الدنيا الشمس طالعه والجو حلو، دايما كنا رجعنا للصيف تاني. حلو حلو باهلها والله. والله حلوه بيكم والله. كل الاسكندرانيه الحلوين، الله يخليكي. والله انت وحشاني قوي يا شيخ. الله يخليكي والله، ونستنى والله تليفونك دايما كده، احب اسمع صوتك كل يوم والله. انا والله العظيم كل مره عايزه نتصل بيك مش عارفه نتصل ازاي، مش عارفه. معلش هو بس ساعات التليفونات بتبقى مشغوله شويه والله من ضغط التليفون، معلش اعذرونا في الموضوع ده. ماشي ماشي. والله 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 يعني الله يكون في عونكم والله. الله يخليكي الله يخليكي. والكنترول يعني بصراحه هم ناس يعني والله ناس بس يعني ناس محترمه وكل حاجه يخليكي. بس هو حكايه ضغط الشغل برضه، معلش، وضغط التليفونات ان شاء الله. بقول لك اتفضلي. ايوه اتفضلي. بقول لحضرتك ايه، كنت عايزه مربة الطماطم. حاضر عينينا. هي مربة الطماطم كانت امي الله يرحمها كانت على طول بتعملها لنا، من الناس اللي من الوصفات يعني القديمه. حاضر. طب ايه رايكم نعمل يوم مربات كده، حاجات افتكاسات، حاجات اللي هي المربات اللي احنا مش متعودين نعملها باستمرار، نعملها الاسبوع الجاي. بس هيكون امتى يا شيخ؟ اعملها لكم الاسبوع الجاي حلقه مربات، هنعمل مربة الطماطم ونعمل كام نوع كده مربات مختلف شويه عن اللي احنا متعودين عليه. ايه رايك؟ كنت عايزه حاجه كمان يا شيخ. قولي لي. كنت عايزه كمان، عايزاكم تعملوا لنا الصوصات. حاضر، احنا يعني عملناها والله قبل كده بس حاضر هنعيدها لكم تاني، عملنا المايونيز والكاتشب. لا والله ما شفتهاش والله. حاضر عينيا والله يا حبيبتي. حاضر. تسلم عينيكي. حاضر. تسلم عينيكي. خلينا نعمل يوم مثلا حاجة حلوة يوم بتعمليها حبيبتي، يوم الاثنين اللي جاي مثلا نعمله مربات.
طيب عشان الفلاكي ان شاء الله نعمل شاء الله. الطماطم ونعمل كام نوع كده من الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها المختلفه شويه. والله امي كانت بتعمل على طول المربات وبتعمل، انا بعمل كل المربات بس أيوة. الطماطم نسيتها خالص. والله انا بشوف يعني الجزر. ان المربات البيتي مفيش مقارنه ما بينها وما بين مربات البرطمانات، احلى بكتير بجد. احلى لا ويكفى ان الواحد يعني عارف الحاجه اللي بيحطها بنظافه وحاجه أيوة. يعني هو منقيها على ايده وكل حاجه. هنعمل شويه مربات أيوة. حلوين جدا هيعجبوكي قوي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. صباح الخير كل حبيبتي. الله يخليك، بس ما تنسيش تعمل لنا بس الصوصات ان شاء الله. حاضر عيني حبيبتي. متشكرين جدا يا شيف، متشكرين جدا، هسلم ايديكي وعينيكي على كل حاجه بتعمليها. تسلمي تسلمي حبيبتي، ربنا يخليكي، الله يخليكي، تسلمي. بصوا انا عندي شويه رز كده، ايه قلت ايه افلفلهم على جنب كده، حطيت معلقه سمنه عشان ايه يبقوا جنب الكبد اللي احنا هنعملها، حطيت معلقه سمنه كده واحط شويه زيت واحط ملح وفلفل، مش هفلفلهم باي حاجه ثانيه. حابين تحطوا بقى ورق لورا، مكعب مرقه، الكلام ده تقدروا ان انتوا تعملوه. انا النهارده هعمله ايه، رز ابيض كده مفيهوش حاجه خالص غير شويه ايه سمنه وشويه زيت، وهملح واحط رشه فلفل اسود، رشه بس، مش عايزه اغير، ما بحبش اغير لون الرز عندي، فهحط بس رشه كده. هحط الملح بتاعي مثلا 3 معالق على 3 كوبايات، 3 معالق صغيره. بصوا انا الكبد سايباها لو خدتوا بالكم مش عايزه اقلب فيها كتير، انا عايزاها تتحمر، عايزاها تاخد تحميره محترمه يعني اهو. وهقوم حاطه بقى ايه الميه السخنه كده، فلفل الرز على جنب عشان نقدمه مع شويه الكبد اللي احنا هنعملهم بالبصل مكرمل اهو. الشكل ده كده، ندي تقليبه شويه ميه كمان، بحط ميه فوق الرز بعقله صباع، ده المقدار لو انتوا مش بتعايروا بالكوبايه اعرفوا ان المعيار ده المظبوط، مثلا يبقى الميه اعلى بعقله صباع كده تمام اهو. هغطي واسيب الرز يتفلفل، جيب الغطا اهو، سيب الرز بقى يتفلفل كده، وتعالوا نقلب الكبد. بصوا انا مش عايزه اقلبها، بصوا شايفين انا عايزه احمرها من الناحيه الثانيه كويس جدا، عايزاها تبقى متحمره تحميره محترمه يعني من كل الجوانب اهو. بصوا لما ابدا بقى اقلب فيها، بصوا شايفين متحمره ازاي، هو ده اللي انا عايزاه، عايزاها متحمره من كل الجوانب، عايزه التحميره دي، بصوا شايفين اهي، عايزاها كده تبقى متحمره حلو كده. انا لسه ما حطيتش فيها اي حاجه، مجرد بس ان انا سخنت الطاسه وكويس جدا وابتديت احط فيها الكبد احمرها. خلاص بعد ما احمر الكبد هطلعها على طبق وهبدا اكرمل البصل في نفس الطاسه، بس انا عايزه اديها وقتها في التحمير، وعشان الوقت عندنا هكرمل البصل في طاسه ثانيه. هحط شويه زيت تمام، سلام، شويه زيت. مهاني صباح الفل. صباح الفل يا قمر، عامله ايه حبيبتي؟ انت عامله ايه؟ ايه الجمال ده؟ ايه القطه دي؟ الله يخليك حبيبتي، الله يخليك. الطماطم دي الواحد عايز كلها ياخدها كلها وهي نيه كده. يا سلام، يا بس كده نديها لك من الشاشه والله العظيم، وهي لسه ما استوتش. لا وكمان بقى جربيها بشويه لحمه مفرومه، لا هجربها، فظيعه، حلوه جدا. تسلم ايديك وعينيك، الله يخليك. والله انت ايه ده، انت مبدعه فعلا. تسلمي يا حبيبتي، والله والله مش مخلينا عايزين حاجه، وافكارك جميله كلها. الله يخليك. انا اول مره اشوف الطماطم المحشيه كده. حبيبتي جربيها هتعجبك قوي، يا الله يعجبك جدا، ربنا يكرمك. الله يخليك يا حبيبتي. شيف اسماء اعمل لنا مره حلقه على اللي هي التوابل. حاضر هعمل لكم التوابل والصوصات والمربات. حاضر عينيا، تسلم عينيك يا حبيبتي. حاضر. ربنا يخليك ويحسن ما بين ايديك. عايزين التوابل مثلا الكبسه، بهارات الكبسه، بهارات البرياني، الحاجات دي. حاضر. ايوه بهارات السمك. حاضر. بهارات كده. عينيا. حاضر. تسلم عينيك. حاضر يا حبيبتي، ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. ماشي. سلامي حبيبتي. شكرا يا حبيبتي. مع السلامه. انا شفت طبعا المخلل بقى اللي انت عاملاه، صح نسيت اقول لك، شفت المخلل كنت بعتهولي وشفته بجد يجنن، عملت مخلل الليمون على طريقه الحاجه فايزه بقى لما كانت عندنا الخميس اللي فات، وان شاء الله هتفتح بقى عليه اليومين الجايين وتقول لنا عملت ايه. تمام. بصوا بقى انا الكبد سايباها تتحمر بالشكل اللي انت شايفينه ده، عايزاها تتحمر كويس جدا. بعد ما احمرها في البيت انا ما بعملش في طاسه ثانيه، بقوم مطلعه الكبد على طبق بعد ما تتحمر كويس قوي،
وفي نفس الطاسه او في نفس الصينيه ببدا ان انا اكرمل البصل اللي انا بكرمله دلوقتي. انا عملته في طاسه ثانيه او صينيه ثانيه عشان ننجز وقت اهو، عشان انا كمان عايزاها تتحمر تحميره كويسه، مش عايزه استعجل على الكبد وتبقى طريه كده. انا عايزاها تتحمر، بصوا التحميره هي دي اللي انا عايزاها، عايزاها تبقى متحمره حلو حلو يعني. تمام اهو، لسه ما حطيتش اي حاجه عليها خالص. البصل عندي بيتكرمل، هقوم حط عليه 3 معالق من السكر. خافوش السكر مش هيبان خالص، يعني ما تقلقوش من الموضوع ده خالص، عشان ناس كتير تقول لي طب السكر هيبقى طعمه مسكر. لا خالص خالص مش هيبان خالص. بصوا هنبدا بقى نقلب البصل من وقت للتاني، بصوا هتلاقوا ان هو بيدبل ولونه بيتغير مع التقليب، هيبقى هيكرمل عندي وهيبقى بالشكل اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده اهو. افضل اقلب كده فيه مع السكر بيكرمل وبيبقى عندي بالشكل ده. بصوا اهو ده كده بعد ما اتكرمل، شايفين اهو ده كيلو البصل بعد ما كرملته اهو. انا عايزاه يوصل للمرحله دي، تمام كده. طبعا بياخد شويه وقت على النار، عشان كده يعني ايه احنا هنسيبه ياخد برضو وقته. بعد ما حمرنا الكبد اهو، المرحله دي بقى بصوا انا الكبد اتحمرت بقت زي الفل، انا مفيش ريحه تماما للكبد. اهم حاجه اصفي الميه بتاعتها، تمام. ونقطه تانية ان انا يعني احطها على طاسه او صينيه سخنه جدا، زيت سخن قوي، عشان ما تنزلش ميتها، عشان الميه اللي انا هتنزلها دي هتزفر لي الدنيا. هبدا احط عليها شويه بقى توم، فصين ثلاثه كده توم مفروم، تمام. وهقوم مشوحه التوم معاهم مع الكبد. بصوا التحميره دي كمان تخلي الكبد عندي ما تتهريش، تخليها يعني ماسكه نفسها كده. وهبدا ان انا احط الفلفل الحامي والفلفل الرومي اهو، نحط كده وهقوم مقلبه اهو بالشكل ده. هحط بقى ايه معلقه الخل، هبدا كده ايه اقلب الكبد مع الفلفل الحامي والرومي، وهحط ايه معلقه خل كده. معلقه الخل برضو ايه بتوديها في حته تانية خالص، ريحه الخل مع الثوم بتوديها في حته تانية تماما. بصوا اهو هبدا كده ايه، شايفين وانا مهما بقلب بصوا الكبده خلاص ماسكه نفسها، متحمره حلو وماسكه نفسها. هبدا بقى ايه اجيب شويه الطماطم دول، والطماطم هنا اختياري، يعني لو حابين ما تحطوهاش تقدروا ان انتوا تستغنوا عن الطماطم وتخلوها فلفل والبصل وخلاص. بصوا يعني طبق مش قادره اقول لكم الكبد بتبقى طعمها عامل ازاي في الطبق ده.